بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كواكيد تضواتن يا أفراد أكمدا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. وحين نقصه جري بابك قصه بسنا فضيقة كتشرة قاتشدة إيه دلقات كلاو دلقات ورفاتك أدونك iyo adduunyada oo la isku badinay oo la iska yareeyo hadday tahay wax la cuno iyo wax la xidho iyo wax iyo meel la degaba. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت waxay tidhi hooyadeen توفي رسول الله رسولك إلهي baa xijaabto geeriyooday ودرعه مرهونتنا isagoo cambuurbireedkiisu uu u curaadhan yahay عند يهوديين نin يهودي أكتيسه في 30 صاعا تضباطن صدن سوس ومن شعير هاد أما قربي أه. متفق عليه. وحديث الأسبوع فقيه ويه نبي محمد باقير يدو الله أبصده حجابتي أسوق درعي سي درعي وفنانت أما جاكت أما هاف جاكت لحدو أو لو تلقلين هبكا إيه ورنك وكاحجيو إذين إيه مقاروا لغسمية مرة بربا لغسمية عمبور كان مركا أما درعاني shaarkani shaar dagaaleedka ah ee nabigu sallallahu alayhi wasallam uu curaaday ama rahanaan uu aqdhigay ninka yahuudiga wuxuu asoo ka sameysnaa birba laga sameeyay rasuulka ilaahay baa xijaabto oofsaday ama la qaatay wa dir'uhu marhunatun min hadidin inuu ahaabo in riwaayada bukhari cadaysay marhunatun la curaaday cinda yahuudiin abi shaxmin la oran jiray baa inuu yahay loo badan yahay في 30 صاعا سدن سوس بو نبي كدين سدو كا قاتو كي ابسداي مركاسو عرارهان اوغو سي ديبه يا رانهان درع عمر بلد كاس او من شعير هاد لغا سميهي مركا درع سي مركا اسو عرارو نينكا يهوديغا غانتو كو هاي يو نبي غريودي مركا دمر سيدنا علي ايا سو فورتاي او بخيي لعقتي سدن كسوس بخيي كدبنا درع سو قاداي riwaayadka qaarkood sidaasay tilmaameen. Ama riwaayatu ibnu sacad fi ltabaqaat waxay tilmaantay abubakar baa diracaasi soo furtay oo lacagti baxshay kadibna cali buu ku wareejiyey mursalu shacbi baana sida caddeeyey oo cinda ibni isxaaq cinda ibni maxamed isxaaq ibnu rahuya fi musnadihi mursalu shacbi wuxuu tilmaamay abubakar baa soo furtay درعي صدن كيسوس لعطو دينا بحشي كدمنا علي كو وريجي وهذا أصح حيا لو حيا باكر ودن بضح في كجرة. أما مرسل الشعب وصحيح عند المحدثين مرسل الشعب أدنا كاركا لأي هولك لو كبت بهذا لغم علي انقطاع أصل لغم علي سيدو الشيغي عجلي إيو أي شيغان عقيلي يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية أي تلمامي سجودنا وحي بلان يا نبغو بلان قال ابو بكر باب حي الله يدا ذا وحي دينا علي باب حي سبحان عليه الصلاه والسلام تدبا هو ايماني نبي الله وحسن كان رب هذا ما هي يو سو نقو بلان قادي سبحان عليه الصلاه والسلام تدكو وحي بلان قادو دنبا ابو بكر باب حي عدات الرسول اداها عنه ابو بكر باب يدا وديونه قضاها عنه علي رضي الله تعالى عنه وحي ديما النبي لو لها علي باب حشي wixii ballanqaadi iyaba nabigu u ballanqaaday asagoo weli aan oofsanin oo aan fulin u geeriyoodayna abubakar baa u istaagay. Laakiin cambuurbireedkani ninka soo daayay ee soo furtay ee deyntana bixiyay waa abubakar sida raajixa ah. Mutafaqun calay. Idan wuxuu sheegay xadiidka u keensaday haddii suubaniba calayhi salaatu wasalaam maca fadlihi wa karamihi cala allahi subxaanahu wa tacaala adduunya halkaa uu ka joogay idinkuisa idin lugoyna weeye waxba idin tarimayse yaysan idin baabeyna iska jira. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حول السحاب ورهن النبي نبي عراري درعه عن بربريت كيسي بشعير هات يقرب أوقات درت شعير تاسيتير ويكد وانتهي هل دينار بي أهيد شعير يرون بضنين وقيمة والدينار ويا دينار ذهب أي أهيد. ومشيت إلى النبي نبي راعي أسعدي أنوسي قاد عفوا ومشيت إلى النبي نبي حنقول له أنوسي قاد أنوكي بخبز شعير هاد أما قربي كبس لقى السمي روتي قلبسن أما عن شراء قلبسن لقى السمي شعير يو إهالة صنخة إيو حيد مركا دور صنطي أو مركا صوريسة
يعني كوسارتيديس سوغيدو وابا حيداسي ان ولبا فينا اني اسبدشاي. ولقد سمعت يقول نبي قران مقلي ما اصبح اموا بريسا لآل محمد محمد يرير كيسا الا صاع ولا امسى. وسط ودادك محقق وحولي هاي اذاتك حصر الا ذا ويكقوا اذن نصوصا مطبوعة ذا وين كجرتا اصل كمخطوط كرياض الصالحين كي كتاب صحيحه بقى ويكجرتا وبخاري مركه غيبت دمه وتلمام مركه اصل كصحيحه انه استعماله باكفلا اصل كمخطوط كانه يرادان باكفل ليد اما صحيحه بخاري ايضو غانا ووريا ايضو وطن ووريا المك لغما ايدين كرتا ايضو معنى بدن مالها ايضو دعسان واه ما اصبح لآل محمد صاع ولا امسى. نبي محمد قال كيس وما برين وما نقل بيسنين هل سوس الرجل ما يستر اما تبر هالنقضو اما قمحي بر هالنقضو اما الشعير هالنقضو هل سوس ما يستر وما برين قلبنا وما دعين ويكتم اداه كي الا وكقو ان في صحيح البخاري ولب اكثر الروايات ويكقو انت اكثر الروايات في صحيح البخاري وفي صحيح وخارج الصحيح ويكقو انت هاي هل روايه الا ضبطت اما لبا روايه مركه معناها وشيغه وصحيح وخطا وحكو فلان كلية إنه يلا هذا أداد إلا ويكجو أنت النقصدة مطبوعة وحين كجرتا أصل كمخطوط كأه أنت ساكو فلان لا يتكلي يا كافن لاي. ومشيت إلى النبي النبي قال والله السعود أوجي بخبز شعير كبيس هادت يوي هالة حيد أما حيد واتقرنا سميت أما باري وحياة دفنك يا أريق ولي إذاها سنيخة مركة أي متغيرة إسبد الشيء حقوق صورة إسبد الشيء مركة عدد بريسمات كتشوكتو واحد حقوق إسكي الريحي مركة باهيض وبضنطة إسكي استعمالي راجين كبريو كليو إسكي الريحي مركة حقوق وهو شوف في عنتاي مرة واتقنا في بحي كل بحالة ضادة يكو حرنتاي كوسار مرة أذن وبهنين وأذن إسكو ديني باجرته مرة أضي وحكة في عام مجري هلا كينو سيدي نينك الله يجري راجين محاوق مع عام بالويدي وحر عول هلا ويدي راشين محا أمعان حول عرول هلا ويدي عرول باقرنا يزورنتي مركي قاة شوحن كوهي سوحا لدو أي ليدة قل ليدة إي كورن كرتا وحيكون نغنيسا هين بريس سفع لو دياري بيكون نغن عانكو أولي تاكون نغن داي فراش يكون نغني كلوا باهيدا إي حالة داد كسو غنتاي كاد غنتاي مركا يا انتي حيدو اسبدشو اما صبغو اسبدلو ورو دحري قالو وخريمو لغا بقى عافاك نو داو عموين اسبدل كيركا والله اسكي استعمالك دبا مالها. ولقد سمعت يقول نبي ولا نوان مقلي ما اصبح اومغوا بريسا لآل محمد الا صاع سوس مويل ولا امس اومنا قلبيسن وانهم آل محمدنا لتسعة ابيات سقال قربي اهاين سقال قربي النبي عليه الصلاة والسلام ودن هدي لا دحمرو هل سوس او تمر اما هل سوس او قلي اما بدر كلا لغي هلي مايو هدي وخ لغي هلي واهاف يروي لو سوس نوا قرت سوس كو ما هي والله وكيلي ما حتراد لو كيلي بط لو كيلي بط. رواه البخاري ولي هالته بكسر الهمزه همزه الله هو صدق الشحم الذائب وبرتي حيد لا دلال شيء الا في شيء والسنيختون وحاوي بالنون والخاء المعجمة وهي المتغيرة وأصول إذا بقى إثبت شيء أركي دوي وحتى حرف عن ما أهي سيدا سنة بقى الدنيا كأهوي أسقانا دورتي وحالة دورتي ونكسان إيه كفاف كأنه إسكاغن ولا هذا وفقر مدقع يغينها مدقع أوسا كبد بعده إلهي بحالة ونكسان ودورتي إذن كون إسان كذبني نولشي نهضات هشاني واحد عورنا كو أسترطان نفتنا كو عشتان وحباء الدنيا هاسكو هاولينينا وهاسكو مشغولين بنبغو ان الي هي صحابي ونبغو جيدا. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال صحابي حول لقد رايت 70 من اهل الصفه تضبات رئيس اهل الصفان اركي حديثك وين سو مري باب كده ويد بينكو سو مري سو فاستاني روايه كسين الكاس انكو جمعيني ما منهم رجل من كمتر سنين تضبات كاسري اهل الصفه عليه رداء قعقبه نين قعق لكم اتشرين نين هوستنا معوز قعقبه قونا الدكتة أسارين يهي ملاهين بكور سحابه إما إزار فقط بكو قدر وإما كساء فقط وحي هايستان نين هوس كنت كلية هايستو معوس كلية هايستا أما قو كلية هايستوي نين الله بدا أسقبه وكورنا وحو سارين يهي هوسنا وحكو قبا ما إسان لهي
إما إزار فقط هو زقنت كله إنه قبض ضباطا كان إنك كمد كأ أو كساء مجوئي بستوكك أسرني هاي قد ربطوا أي حرين في عناقيم لقنتوا ذي حرين يعني واحد لقنت الوحري وأنك جوء هاي استال لقنت كوع أيه وأنا قصوم مري منها أكيس داس يجوئها وحكمدها ما يبلغ نصف الساقين لونه كبرتن كيس واحد جاري يرد جوء يرد يرو مرك هل كان لقنت الوحري ساعة عرض سيد عرض وحجن لوحرو وحج جاري ياب لونه كبرتن كيس ومنها جوئها وحكمدها أكيس داس ما يبلغ الكعبين واحد جاري أن قيده هوس بقول فيجمعه صحابي قررنا يا بيدي قاعد سكورنا يا كراهية بقيت وكبقى هيو أن ترى عورته إن عوري سلا أركه وإن جو صوشة إنه حورنا هنا هاي ما كنت كنا يا ما كان ركوع يا بكبقى هي مرة أنا كارد قاعده عورته دنا أي موقت يكبقى هي رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان فراش رسول الله رسول الله جوش سوحي أهيد من أدم إذين بالجسم مقاري هرك بالجسم من أدم جمع أديم أديم ومفرد لكن أدم كوا وجمعوي حشوه وحل لقوع بيؤي هم لقوع في ليف ألقى لقوع في يعني أنا ودي واجر ذات كيس كرمي قام الصوماليات الركورات كام ميزنا قونين باشان قنبها يتمر يميزنا قونين جيت كأوسو دو بين وقف سريجرين جيت كأوسو دو بين وقف سريجرين مركا وداد دينتو الشيخ شيخ حسين عبد الله ورن جيري او يقول رحيها با سان او فشر جيري رياض كان اي اخري بدنك ان كقاتي قيبت كان وداد كلو ورن جيري الشيخ هذا عبد الفرح يا كقاتي مركا ليفون بين ورن جيري ليف هو القدم يتقنن القد وجيد بحو حسكوش هو يريغي هاي حسكوشا حسكوشا دايدو في الجنبيله هاي مضع كمدله هي وهي وين الضوبنت هاي القدو سير بالعرب يوب بحدا سير بالعرب يوب بحدا لان ضوبنا دحدا يكب حسا يدا سنتي الله صوب قرء لا حواله يا مرك القرآن تا يا لقى سنت الله صوب حي اللي به بهيا وحق صوب بحه واحد ما ادري سو حسك الشع عودة حركة دو كلا قصوب بحي كاسا انتي الله عبا مروين الله طلع لغو قرء فراش لقى دكتور لغو سحدا معه تغني دنك دور هديا هل كان مكاسي سعوتان سمايدا رغدا غارس سعوتان تيكا دافتان بيبا كبخدا ودا دنيي دبي كوتا لاو ما حاجه دي نور باتر هذا يا علمي ما كو مشغولين ليف كو هدا وحا وي وا تيمرتا قبكيدو تيمرتا ما جيد كتيمرتا مرقو بخو جريفتا لغا جفا يا ليف كان ليدا جيت كان قنبها أميره سوا وين مكلا ال فشاقه قال كاس يدير كيساس يا اللي هذا ليف كل هذا أنا مرك على القضاء أن القنا والي ذا على القنا والي نعيب وآخر يعني أن جاب وآخر يعني عريس وما يسوا وهم وحن بن آدم كهو سكوت توست وسن جوجل كده جنوا نما يدنا أوجي سي أم بارين عصاره أو كورتا مروين تكورتا بوري ما كديكتا فراش محل ذا في صومالي يا تودري ما حصلنا واسك أفتلياني وحص بوري ما لي في صومالي اللي فرش واي كان فرش رسول الله رسول كان فرش سبحوها من أدم إذين بالجسم يعني مرضى وين مرضى وين إذن كأضد كحدان فرشيها كحدان مرضى لقلي صوف في عدب قال لقلي مرضى وين ظهرك وحي أهيد من أدم إذين بيهيد إذين هرق حولات بيهيد حشو wax lagu cubey gudaha kaga jiray looga dhigay cudbiga ama suufka looga dhigayo ama isbuunjiga looga dhigayo waxa uu ahaa liifun algo ama alqo ama wuxuu ahaa diirki iyo timir diirkeed buu ama qolofteed buu ama qumbo qoloftii buu waa wax aad u qallafsan oo adag markii nabigu ay dhayn nabi allah aan ku sameeyno maalinku geluhu uu nabigu mardeeyay jirkiisii bedelay oo ku kadiiday maxaa aniga khusay maana ما لي وللدنيا ما أنا إلا كراكب استدل تحت شجرة من راح عنها وتركها مرك واسدس رواه البخاري بخاري باور إذن كن هذا وحوي كمبريال خاصة تكسو هذه قتان وفراش هل صنع هذا إنسان وطور وش العدد وطور إنسان كان يلعب يقق بتهلا بدلو مساكين تهلا سيو وكي أرم بعد ذيك لما لا قشن قال وطور وكل عزبه سديتهم كنت ضواتهم كنت 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 بتويب سنيس
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا وحانو هين جلوس كو فديا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان معيسان فديني رسول كان لا جوغنا اذ جاء رجل من الانصار نين انصاريت با ييميد ونبغا او ييميد فسلم عليه سبحانه سلامي نبي بريدي عليه الصلاة والسلام ثم أدبر الأنصاري إن كان ساري وان نقضى دنتي سبو اللابتي فقال رسول الله رسول الله وحور يا أخ الأنصار إن كان ساري ذو واحد أحد من الأنصار يا أخ الأنصار وإسكا إري عربي ومركات إن كان الرهي بلو أضاهي سوكا مثلا وإن كان الرهي بلو ما كان ربطه يا أخ الأنصار يا أخ بني فلان بال إسكي هذا يا أخ الأنصار إنك أن أنصار يدو كيف أخي سعد بن عبادة ولالك سعد بن عبادة السيدي ويحن صنع ويسيد سيد الخدرج قوله الله أن رأي أنصاريت وقاس كودوه ولالك سعد بن عبادة السيدي هاي حال كسب الكور وكي شيغان أيه فقال حول السحابي صالح وارون يا نبا لو وانكسن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم يا إلى بوقني نبحول إن كان بوقنا ولالك وحن صنع يا إلى بوقني رعاي فقام النبي واستوى وقمنا معنا ولا استنوا ونراعني ابن عمر بينه الشيخ ونحن بضعة عشر النجو دور يطبن أه ما علينا نعال وحكبا ما نقبل لح يطبن ك دقاقي روح أحد ك وجاز كان مسلم كصوب وغني حنونسن كما ما هيسنو حكبا قبل ما تشرو جمع نعال جمع نعال ما علينا نعال أي جمع نعال حكبا قبل ما تشرو كما هدينا قبل خوف مقبتين ولا خفاف جمع خوف خوف وحق ما نقول بالك ان لغه الله قشيد قوليها تبليغ هذا وطن سمي دارك بالك اساسا قوي اذا خوف ما تقنا هذه وان وسوك سمي اسكال شاء ادق وي اما بلاستيك لغا سمي اما بورصا ان لو سمي يدين لغا سمي اما مركاك لغا تولي بدل بالك ان كلوي وان نن كبا واي اياك عليا قبه خوفكم محاك كبل أنا وأنا هين خفنا ما ننقبن ولا قلاني سوء جمع قلان سوء كوفيدنا ما نقبن وح كوفيد قبا ننقم تشري ولا قمص جمع قميص وح قميص قبانا ما أنا الله هاي نمشي في تلك السباخ سحابي وكوشي حالة دمك الله زومبري لحية تمن سحابي دور تمن سحابي والنبي يقول الله سعوده أحد حنص صوب وقانا مدينة عرسال بيهايد ويكل ليد عرسيش ماشي عصبه بدن لين موزين قاس الود هذه يا عرسيش اللي يدها ذاي ويككل وش ما راح كلو عقبيه وتكون جبني سوا يكون ده جيس و و وضبوي نمشي في تلك السباخ عرسيش جمع سبقة مركا أو جمع سبقة نوالي هذا تا يعني لحس عنا بدو مدينة أكتهين كلي الكذا يا عرسيش هذه عصبه ذي هذا أيا نكون لحس عنا أنا قاعد عقعد أن كبقى بين أن خفقى بين أن كفت مدح النص صارين إيه عمار من النض بنين قميص يشار وين أنقبن حتى جئناه إلى أن أطقنا سحابك حنون صنع فاستأخر قومه تركي بكير تركو دب بحي لي جب مكر لفدي مرتبة تمد أي جب أبنا يفدي يا أجو بنا يي فاستأخر قومه تركي بكدب مرا كدر كي من حولها هريره سوى كدر كين سعد هريس حتى دنا رسول الله إلى رسولك ولد وهذه سعد من عباده وأصحابه الذين معه يا أصحاب تلسعوتين من عمر كمد أهاب رواه مسلم حالة مركة هذه هذا وأذق وهذه بركين الله يا أبي إنسان سيود عكرتا أيو إنه صوري سحابي وهو نور الله صوري وقد كيد وحنا عن الله نقولين وحلو نقولين متشروه وحنا واسك الدنيا وابا اسك بريه كل بحالات بدك سوغان تاي كو كلا بريه مد في عم بدك سوغان تاي وي كسي داري وي رونان سد اولا هو بي دو قدومين بعد كو تغي مركا وح وليس كو غايس ادي الله عورضا استرو عمل كان كو توسيو الدنيا وحي كو غايس ما جرا مركا إلهي أن نقصك دينك في الدنيا كنا نقبل بعد رواه مسلم وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نبي حوره خيركم قرني خيركم وحيدنكم خير بدن إذا كنا أكسن قرني وفعيقة فعان وأن نحجوه ثم الذين يلونهم كدبنك وكحيقة أي أو خير بدن ثم الذين يلونهم كدبنك وكسحيقة أو خير بدن قال عمران بن حسين وحيدي فما أدري ما أقول قرن ماي قال النبي نبي إنه مرة لبقر لبشر إنه يريه أو ثلاثا صدح قر إنه يريه ثم الذين يلونهم نبي خير خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إنه نبي صدح يريه إنه لبيري كقرن ما يب
ثم انت كذب يكون وحان اهانا بعدهم ددك خيرك بدن قداشو قوم قلي يشهدون مركع هاي ولا يستشهدون ان لمرق شني يو الله مراتك عين شنب لسو بوديا لسو اردهايا فضيت كودي كمتاي بين بنودي كمتاي ويخونون ددك دكران امانه لو ديبي خائمان ويخونون الامانات امانات الدينيه كوي ضد لها حق الناس يحق الله وخائما ولا يؤتمن لآمن ما هي مرك مرك خيانه عان نقطه نين لآمنات وايسا وحي رددت شنو ما دودي بتات قران واي وحي رددت شي علت كلها حقيت كبر اذا كادو ديبت ور فيري ايفر صومالي وحق الله يسمى دارك وليها كان عصديه شعب ما حق الله يسمى سمو قيدي ابدا ان انت ماسك يريد تسكبل شم بلا تم ويري هدي هذا روح اسكي ديفت هذا اسيقان هذا اسيقان وذا ديف هذا ودرن بالليل وذا ديه كوفيدها وين ابو درن بالليل الله ونا استر ويخونون ولا وذا دو ما دري عيبت دان قرسومين عيبت ما قرسونتو وحوالا ولا خائمه وذاتك هو النفلي وابن ادم انت ادم وخلدم وخلدمي لكن اصوغ وحدير يا امد ما تقانا عيبتيسان قرسومينين عامدا او ديلقادي او كوي وداديه حسدايي كلا او ديلقادي او اسلانت زبا كفر حلم اسو وخا ما دالعن با دشم ما قشيت مركا اسو دالعن بو يالا ايونا دال ما دال بدل لفتركود ولا يؤتمنون حليغان زمان كوا زمان فتنه هذا سو الى لي حق الناس كان اسكا الى لي حولها بنادم كان اسكا دورا وينذرون وين ندران ويشرط بيقال نذرك هو شرط كوحل هذا وينذرون وشرط هيا شرط بيقال ولا يوفون من اوفن ايان مفلين ايان الى واحد يقول هذا ساي زاد ديشو ان انت صلاتك كذا انت صدقه بحيه ما اوفن ايان نذرك اسل كيسين لقالوا ومكروه اما وحرام على خلاف في المساله اوفنت سلك وواجب بالاجماع ان اوفيت فلوس واحد كنا درتي هاد النذر طاعية هاد النذر معصية هاين إلا أوفي وواجب يوفون بالنذر إله باكو أمان مسلمين تا والنذر هيان الشرط بيقليا من فلين ينبو صبانه يجري علامات قوحن عم أساسا كمدا ويظهر فيه محاكم مغضو كالظاهرة وقليها سعانا يكون نغضان السمن عيلوني إن أحسان يبوران بيكو عام بعم متفق عليه عند مسلم كم قن ويحلفون ولا يستحلفون يشهدون ولا يستشهدون ويحلفون ولا يستحلفون وإن مركع هيان أيوة الله مقراتي شن ودارا أيوة الله دار سنين ما أنت رمي والله بالله بقول شر كن شر ما نك ورنا هي وحكا دارين قرن ميس وهم دقن حما إيو دق دق إيو فوضيس إله إلا فوضيس تي كتاب كيسو ويدين تي قيب تنضمبي ويظهر فيهم السمن وحا رواية كلا عدي رواية عبد الرزاق باك قرحسن روايه هذا يشحنك وريان ان كستو ترمذي يا احمد لفظك لا اليه انت هو امرك النبي خير خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم تاس وحكو جرت ثم يظهر الكذب بنت باب ظنيس ثم يظهر الكذب بنت باب ظنيس عام يعلم بنت ولا شيء نن علمي برو طالب علمي اي نمان براي نم بنت والله دلدل هيا دكسيا والله لوغو صبحا وبا حريف نما هدا اي رغن نمو ان ري مغال الا ولي هبل مكن لو جيدو مخا غولاي هبل و ري مغال دي كو دان سو مخا ودان ها عرف غانا هبل و ري مغال مخا لغا ودا يا شوري و خولي منافق با لغا ودا كورو شيخ عبد الله الحوري توك ويا لغا ودا نيجي توك بنت بدن انجينير قليا او يقان هبل وا انجينير بكلي ورك ما هيسا هبل وا انجينير يا حريف حريف هو ترى حريف ازوه مع رب دم ويا شان مركا بنت با مو قنيس بنت با بدنيس يظهر ثم يظهر الكذب فيحلفون ولا يستحلفون ويشهدون ولا يستشهدون سداسي رواية مركة عبد الرزاق في المصنف رواية أحمد الترمذي بأيدنا كسي يقول حسن ثم يأتي قوم يتسمنون يحبون السمن السمن أيها إسعيل هيبا
iyagaaba isdaaxinaya inay cayilaan bayba rabaanba kala marka buuraanta iyo cayilaanta caayan ee madmuumada cinda ahli ilcilm bilijmaac waa midka adugu aad iska raadinaysa iska keenayso midka khilqiga laguma haysto midka khilqiga rabbiba kuu abuuray nin abaar ma karanaa jiro abaar bay inkarin hadii goorba iska xoog badan dadka wuxuu cunana cuna lagaba yaaba inuu kaa dhafir yahayba kaa ciryar yahay adiguna abaar saareen baabaad leedahay wax ku kari lix goor maalinka dad cunto waad soo taagan tahay marka xoogga iyo buurnaanta iyo naxsanaanta khilqiga dambi ma aha mana caayin cinda ahli ilcilm waa masala taas iska ogaada waxa laga hadlay waa midda inagu iska raadinayna sida murutaaniyiinta sumayn arag haween la xaraynhayo la cayilinhayo iyo waagu hore hadda gabadh haday qallafsanta cuurba bay qabtayba soomaalidu islaam buuran baa la raan jira oo hilib ka muuqdo qumayanimo iyo balaaya ahayd ba caatanimadu iyo weydsanidu haddana weydnimada baa la raadinhayaa waxaa laga cararhayaa cayilkii baa laga cararhayaa uma yaatii qowmun yatasammanuun ayaa ka fiican wayadharu fiihim asiman riwaayada macno khaldan baad ka fahmi kartaan hadday noo qoran macno khaldan baad ka fahmi kartaa oo kii khilqiga ahaa iyo kii aan khilqigain baa isdhexgeli karaa idan ninkii iscayilinhaya isagu inuu cayilo raadinayo waa in adduunya ku mashquulsan dan kale baan haynin miyaa la qalamo xoolaha maxaa laga naaxin maxaa laga calfin yuxibuuna simana cayiloontay jecel yihiin iyo buurnaanta iyo naxsanaantay jecel yihiin yacni waa reer adduunyo waa reer adduunyo qaybta ah qowmu yashhaduuna walaa yustashhaduun kama hor imanayso xadiidka kale ee saxiixa ah ee odhanayay dadku nabigu amaray waxaa ka mid a ninka maqaatiga fura isagoon la maqaati gashanin kanna waa kana laba macnay kala yihiin marag baad haysaa oo shay baad maqraati ka tahay ninkaad maqraatiga u ahaydna ma ogaba xogtaa ma hayo wuuna u baahan yahay maraggaada inaad u furto isagoon waxba ku weydiisanin oo dir ilaahay ugu furto waa imaanan tahay laakiin kuwan ayagu maqraatiga la soo boodi ayagoon la weydiisanin waxaa weeye waxbay ku doonayaan hawaa ku jirta anaba maragga hebel qabso buu ku leeyahay dabagal hebelkaas ku kacsanya dana kalu leeyahay marka cinda alxaajati inaad maqraati kacdo waa shay matluuba sharcan oo ammaanan xuquuqda dhumi lahayd in maqraati la-aan u dhumi lahayd baa yaad marka iyada ah badbaadinaysaa laakiin marka aad dan kale ka leedahay ad maragga la soo ordayso ama ninkan ugu daneen ama kaa kale ku xumeen markaba markay caayanta waara sida iska badan maqraati biraadka la furaya maanta dhan soconaya yacni shaahidku qarniga nabigu joog calayhi salaatu wasalaam ayaa u khayr badnaa quruunta kii ku xigay kii saddexaad qarni maxaa la yidhahdaa aad baa laysugu khilaafay aqwaal fara badan baa ka jira toban sano intii laga bilaabay ilaa 120 sano la gaadhsiiyey waa 10 sano mehe waa 20 mehe waa 30 mehe waa 40 ilaa 120 sano waa la gaadhsiiyey qarni. Waxaana u wanaagsan in la yidhaahdo qarnigu waxa weeye waa da'da isa soo gaadhay isku xilli noolaata iskuxna aaminsan dadkaa isku aynigaan xilligaa uusan noolayn ruux arkay ruux u dambeeyey arkay markuu dhinto qarniga waa tagay. Idan nabi maxamed iyo saxaabadiisu qarni bay ahaayeen. Nabigu maalinka la diray rasuul laga dhigay ilaa maalinkii saxaabigu u dambeeyey u dhintay 120 sano ay ahayd. Nabigu maalinka la soo diray calayhi salaatu wasalaam min mabcathihi ilaa wafaati aakhiri waaxidi min asaxaaba wuxuu ahaa waxay ahayd 120 sano. saxaabada ninkii arkay u dambeeyey dhintay taabicana 170 sano ku dhintay sanadkii 170 hijriyada ayuu dhintay 170 sano ku gabagabooday. saxaabadadkii la kulmay ee arkay ama mar inta indhaha saaray axadka ugu dambeeyey wuxuu ku gabagabooday 170 sano. taabiciinta nimankii arkay la kulmay ninkii ugu dambeeyey 220 hijriyada ayuu geeriyooday. Idan saddexdaa qarin nabigu wuxuu waxay ku gabagaboobeen 220 sano. 220 sano markii la gaarina waa xilligay fitanku bilowdeen ee diinta lagu tuntay ay gaalnimo dhar dhigatay ee ahlulbidcu dhanba soo qamaameen iyagoo badankood qaybo ka mid a ay sii jireen dhuxushooda ayaa xabaalayd haddana xilligay carabka la baxeen ee dowladda qabsadeen dadka rogeen
ee culimadii la baabacshay ee diinka lagu tuntay 213 bay bilaabatay ilaa yowmina hadda bay taagan tahay. Idan sidaasa ugu roon in qarniga la yidhaahdo. Macaani badan buu xadku leeyahay, tarwaad fara badan baa ku yimaada, waxa weeye dad ahaan iyo zaban ahaan iyo xaalad ahaanba xilligaasa khayr ku jiray. Qolba qolyuhu kasii dambeeyana waa kasii khayr daran yihiin. Qolyo kasta qolyaha ka dambeeya waa kasii khayr daran yihiin. Walidaalika al-Imaam ibn Xibban saxiix baab dheer buu ka hadlay, wuxuu yidhi waxaan bilaan istiqraaban sameeyey. Shay walbo adduunyo, cilmi walbo adduunyo ku lug leh ama adduunyo la xidhiidha ama adduunyo howlaheeda u adeega, mar walbo aakhira loo sii dhowaado adduunku uu sii rogmanayo, wuu bulalaa, wuu sii bata, wuu kasii daraa, buu dhiway oon laga sii awood bataa. Waad ogtihiin hadda xaggee la marayaa? Hawadaan degaynaba hadda lagu hayo wax kuwaas la samaynaya. Bini aadan waa kibray, wax aan la isku dayin ma jiro. Shay walbo adduunya ku saabsan wuu sii bulalahaya, waa xoolo shaydaan. Wuxuu shay walbo aakhira wax tarahaya iyo wanaag aakhira ku saabsanna, mar walbo aakhira loo sii dhowaado iyo qiyaamu saaca ay soo dhowaato, wuu gabaabsiyaa, wuu sii yaraadaa, wuu baaba'aa. Oo sidaas dadka horey ahaayeen diinna iyo dhaqanna tii hore ay ahayd. Waa aabayaashiin baa idin dhaama, dhan walba idinku dhaama. Inaad wuxuu ka farsama badan tihiin ood wax ka akhri unkutiin farta taqaanaan ood indhaha cadaysan waa laga yaaba. Dadnimo, gumanimo, geesinimo, waxbixin, xurmo, karaamo, qadarin, ixtiraam, kulli wada kaga ficnaaya. Idinkuna kuraya dhasheen baa dhaantaan. Ku idinku dhasheen hadda joogo waa dhaanta, wax looba wey awliyad u noqon doontaan haddaan rabbi badbaadinin. Marka allahna usturi, hala isilaaliyo. Wacaan abi umamata albahri radiallahu tacaala canh qaala qala rasuulullah sal alayhi wasallam, rasuulka wuxuu yabna aadam, yabna aadanow innaka adugu an tabdula alfadla ay badluka alfadla shayga dheeraadka inaad dhiibto. An tabdula alfadla waxaa laga bedelaya innakada hore waa laga bedelaya badal ismaal waxaad ay jirteen. Yabna aadam waa ismu jinsin baa loo jeeda, hadda fardi waaxida looma jeede, jinsiga aadam bin aadam oran baa loo jeeda. Innaka adugu an tabdula alfadla waxa kaa badan baahida inaad bixiso dhiibto, ayaa khayrun laka kuu khayr badan min imsaakihi, inaad waxa baahidada ka badan aad bixiso ummadda siiso isdhaafiso ayaa kuu khayr badan. Wa an tumsikahu inaad xajisato ood xoogo xoolo ka dhigato duwan kaydin hayaana, sharun laka waa kuu shar badan tahay, kuma fiicno, waa kuu liidataa. Walaa tulaamu calaa kafaafin, lagugu dhaleecayn maayo wax noloshada aan ka badnayn. Calaa kafaafin ay maa yakufuka can masalati annaasi wa su'aalihim, waxa yaree kaa hor istaagaya kuu diidaya inaad aadamaha toogsato, dad gacanta horsato, xaggana aad asturaato oo sharaftada ay kuu dhowraato laguma haysta wey, laana waa xaajo daruuri ah. Wixii baahiyada ka badan baa la rabaa inaad ummadda wax ka siisood bixiso. Walaa tulaamu lagugu canaan maayo, laguguna cambaarayn maayo, calaa kafaafin ay maa yakfiika, wixii kugu filan noloshaada, alxaja daruuriya, waxaad ku cidgasho caawa, cawrada ku asturato, dhaxanta aad ka jirsatay iyo roobka iyo milcida iyo kulaylka laguma haysto, kumana xisaabna kaaga ima mayso, laguguna cambaarayn maayo. Laakiin baalan aad kaydinaysa ummaduna ay ka dhammaanayso, gaajo ka dhammaanayso ayaa lagugu haysta. Wabda ku bilow fil infaaq, markaad wax bixinaysa ee dadka wax taraysana waxaad ku bilowdaa biman duulkii tacuulu adu aad nafaqaysid mas-uulkaad ka tahay. Dadka aad biisho, hooyada, aabbaha, walaalka, caruurtaadii, walaalaha, dadka fuqarada ee masaakiinta ee raximka iyo qaraabada, ku bilow. Wabda fil infaaq, wax bixintana waxaad ku bilowdaa biman tacuulu ciddaad ay biman tunfiqu calayhi, dadka aad nafaqaysid biisho, ayagaa xilkooda baaba ku saaran, way kaa xigaan. Silatun wa sadaqay noqon, sadaqay wa qaraaba xidhiis wada socda. Idan xadiidku xadiid aad qiimo badan weeye, xoraan ba xadiidkii aanu soo marray ahayd wixii baahidaada ee daruuriga inaan xisaabi ka jirin ayuu tilmaamaya. Wuxuu kaloo tilmaamay wixii baahidaada ku eeg inaan lagugu haysaninba, waxaa lagugu haystaa dheeraadka inaad xajisato, shar bay kuu tahay inaad bixisaana kuu run. Wacan cubaydillah ibnu muxsin alansaari alkhatmi radiallahu tacaala canhu qaal qaala rasuul lah sal alay wasalam, man asbaxa, ninkii waa bariista minku oo adiga idinkaydan ka mid ah, aamina isagoo u badqaba, fii sirbihi naftiisa, naftiisa
في سربه وسينك لا كوربو ولا ريبا ولا اذا في سربه جدكم مري السرب والطريق والمسلك السربنا والنفس والآل السرب هدي لا سينك لا كوربانا سورة الكهف كبر مرتين وقد كدولكا وضدولكا كشوي وضد قد كشي ميل هو هذا سرب كلا اذا واتخذ سبيله في البحر سربا صمغر نيسان مركا السرب والسرب والسرب ساسك عليه انتوا والاخريه ميشان ايضا انتوا ولا دايل من اصبح منكم امنا في سرابه في سربه يو في سربه والاخريه سربي وهذا يدين دغان وامح ونفط هذا روح واغو ابري اسو ابد قبا جنكي سنفسي سفيو واغو ابري ما في سربه ودديس انمد اوتاي لما وقت ادو فيو يا ميل دقاده واي حق دودو حالو مدخا لو فجنايا حق دودو قوليا كوغو نصيب سن ومعوزتك كدحبع كدي هل قدام قوليا الواح كوغو قوان ميل دقاده دد ويدو نفط مخي كو تري نفط كو تري ميز مرغا وامني ودد جير دولكو انو امن نقدو لفتو وا نعمه كلي نعمه كلا وي هدي مركا السرب لا يدادنا وغوري يسو نقن اي نقنيسا غوري بيت كا دغنيد وي ميشاد غشيد هلو تيبل وحقد غشا الكان ان غلا اسمال الكوين غلا وا معناه هذا وام يعني الكان بريا وارير يعني من اصبح منكم امنا في سرب اي في بيتي وداري وهدي السرب لا يداد غوري اد غليسي غد كد او هوينيس هدو كو بد قبو الا عل وحا كوغو درا ميدكا هوستا كا كعي معافا لو عافي في جسد جركيسنا وبدقى بقنكيسي عنده قوت يومه اكتيسنا اويا لوح مالنكا كعد قالوا قوت يومه اي طعام يومه فكانما نكا وحان مودا حيزت ان لو ارور شيء ولو كل ميه له اساق الدنيا بحذافيريا الدنيا رن مع العديه هذه الشلفه هذه اللي زياد مداوي حيزت له الدنيا الدنيا لو كوبي لو ارور شيء بعد مودا بحذافيريا مع حذافيريا جمع حثار حثار كونوا اطراف تشيقه دعاشني في دهاس طرفها ساحدا فيرتي حثارك اللي هذا مركم حال لو جيدا الدنيا وحبا إن الآن لقد تقيم بعد مدة قولي قادي بطو بط يكون بط قبا وضد يدرك بآمن كوا أديك بعافمات قبا هبينك واحد كوعد قشاد هاي ستا مع قامقان إلهي نقصوكم بقامقان وطريق ونسوكو توسي راه الترمذي باوريه وقال حديث حسن بويل سربي بكسر السين المهملة أي نفسه وي وقيل قومه تلكي نوال ليلي تلكي نوال ليلي معنى هان وحافي عن مرهد اللي معافا في جسده الليلي إن سربك لقدقو حقا معنى وحافي عن رواية هان سربك حقبة رواية هان لكن معنى وحاق رؤسا كمثل قدك قرقا أما وصربك أما مثل سربك إيه أه للك يوضدي آمن كيدي أه ما دام شرك قوني الله شيء انتو بها دوال هاي ستان ما انت انتو بقول كي بس ديتن وذيلي كرتان امام بالله استا ميلا علادك جرتو او مسلمين لقود بوا بدن يا دون كل لكن مركن الصومالي كهالنور كهالله ان نبض بدن بالله الله هاي ستان نبض ادو فرا بدن حلية ان لقل لي تيبا جرتان حيو ضبك والله شتا نبض نوي جرتا عافمات بدن نوال قبا اذن اذن كابا بقراء الدنيا كما مقنو لكن واحد قوه هنيسا ما انتو نهوش يعني ديجي حياة كلب ما قلنا وعن معك النولا تن حياة نول ما وحياة خنزير يعني وحاصل هو إنكار لنعم الله سبحانه وتعالى ضفرات الضفرة زي الله نعمة يسوي وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي حوري قد أفلح قول لي باني قد أفلح وحال لي باني من أسلم ننكي هو قان سمي من أسلم الإسلام الحقيقي هنا اللوتشي ذا إطلاقا وحلو حنباريا على الإسلام الكامل الحقيقي اسم الاسم هذه اللي إطلاقه يحمل على الكامل بيدان وداده سيدة هذه اسم اللي إطلاقه يحمل على العرف العق هذه اللي إطلاقه نقد البلد بلو حنباري قود هذه اللي إطلاقه طعام طعام البلد نفس الشيء إسلام هذا هذه اللي إطلاقه حلو حنباريا فلاحنا لقهر مريه هي إسلام كحقيقي لها لقى قبت بائلها نار إنات كوارتو
قد أفلح وحال ليباني من دولك أسلم لله إلهي وهو قانسم اعتقادا وسلوكا اعتقاد يقول يقالب وكان رزقه على في سين لقد يرسل قدس كفافا من سو قفلا أن كبرنا لهين قاتل فتبسنا لهين وقنعه الله ربي وقنع إيمان سدي بما آتاه ربي وحسي هذا درك سبب موقت أولي وليس كأول هيا ترى هذا هو كام غيره كوس حنطاي أيضا كوقنع السنين وذن كل قد سنين وذن كل قد دقين وذن إيمان سنين وذو حولن تأذن باينها تاجها هي سبب على قنطاي تيب النبي وكه الله إذن أساس قوام محي وحنا قال النبي وحد مري وحي الدنيا محور مري وحي آخر قوام فعلها قد أفلح من أسلم هذا هو الأساس روح مسلم كالدنيا دي سي الدين كيس كادرا دين كيس كادرا دنيا هي دين دين كذا كودرا مر هذا سو كوها قاعو وحي كلاورنا عرس كوما هيو وكان رزقه وحو عالفن لها دينك وحو غيسان لها لأن دينك حو تورب وبايا الصلاة دين لو استغير ربتا مساكين تيم حلا ترى الله ربا غير كحل باكاسار مسؤوليات بناء دقع مهور سنكرتيدي وكان رزقه كفافا أي بين الفقر والغنى المطغي فقر اللي فجبسة أو خوك اللي فينا توكستنا كبد بادي غنائي يهضن تنمكو آفيسنا كبد بادي رزقه كفافا وحكسي قيمة بدن انت انا تقوق عن ايمان ستو انت يرتد هاي ستو انا الحمد لله اترابه سيد نبانك يمانا لقوتو كالي دكشكي وين ميس واحد لعي وبيرا يحكولي الحمد لله عندي حديقة كبيرة ما شاء الله تعال يا حسن نزورها بكوليها واتقي وحالله يا ابي ماشو فرضا كعيسي وحكويا الله هذو هذا صمالة هو ونقريوق بات كقاذبة ويبكا قدري حاركو أنت لك حيام قيها ده شبه لده وصيه جبه لده وصيه قيه هكي سبعنا وشق يستيني بور دوشت أوتي سعوني لواتن دقيقة ساو وريقي أوتمودي ودو قدر بات قادي صدو إركا مكا تكتمال يرو اللي رب النبي عرر لغا سوق هذه ميف الغش بي أوتمير بيو سودا من الغب البلا هاي وحكا بحيبو إلهي كم هادين هيا نغمرتي سورة هيا هذا ولي هاي وقنعه الله بما آتاه ومهم جدا القناعة هي الكفاف هي الإسلام بالنبي ونوشه صدح ذا مسؤول إزدواد الإسلام والكفاف والقناعة صدح ذا ومهم جدا لا أنتون إلا بدباد المهاي رواه مسلم حدكم حجوية علماء القضاء الكفاف هو خير من الفقر والغنى لأنه واسطة بين طرفين نحتال ولا حيسوي فقر مدقع ولا فتبسة يغنى كبريو سنك آتاك تؤمد على قرصته وطلان تبقى أتقادي ويدو روحي قوصوا بحنا المدن حول كارب ومساجد أتكع عررت مركة دنبي وذكرني ساد أولي زماليد أولاد وذكرني مركة مسألة أسي وحاوي شيء قناد إيمان ستان وعافمات كذا إيمان ستوت حول هذا إيمان ستوت قنع ذا لدونا وحنا إنو قرشيسين يوقدرين وقرام قرعين آد أمنته وحي جودي يدلال بحي لكن إلهي تلصاره وعن أبي محمد فضالة بن عبيد الأنساري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن هدى للإسلام وكان عايشه كفافا وقانعا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح نفس الشيء حديث كوري لمعنات يقول لمعني عفوا طوبى وحال ليباني ولانك نوأها طي الليباني يقول لمن دولك هدى لغوها نوية للإسلام إسلام كان لغوها نوية لغوتوسوه وقول وي أقول وحكدن بيؤسن شرين الدعية ده صلوا قبة بادي لكن إسلام كي النعمة يدين كأذهيسة إن أقدر ينتو إن النعمة تهاي وإلهي قدرتي وضبنا أتكفي عن تهاي وأنا آمن سنة هرت أكون مقط عادي رقنا ذكر نقطة مشكلة وي مشكلة وي قال هذا أذوه هذا سن نقطان مشكلة كلوي كسي درا إن إلهي سبحانه وتعالى إسلام يدين وأنا أقسم كسي أو آياتين ذنب الله بحسن أيو آخر القبة بهذا أيو أو واحد هو آخر ستة آدم أوسن هاي الزنين وين هذا مسكح لي مانك جلسه فضل جدي وشكر جدي حمد جدي لقاه له يما نقد لقاه له وكان عايشه نلوش سنة أي نقطتي كفافا من أصاب كفلا وان حساب بدن لهين وان مسؤوليات فرب بدن لهين
oo asagoo ku cidgalay aadamna uu kaga maarmo oo waa qanca weliba iimaansadoo ku qancay nolosha ayada ah nolosha ayada ah dabkiiba aroortuu shidan hayaa duurkiibuu shidan habeenkiibuu shidan wax fiican ma haysto intaasuu ku qanacsan yahay waxba kama maqlay alxamdulilahi buu leeyahay ilaahay u barakaynay berrin uu kaa fiicnada laga yaaba aakhiri adduunba ku dhaafo marka waxa weeye qinaacadu waa muhiim jiddan waa muhiim jiddan rawahu tirmidi وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لو حيبيت كبريا الليالي هبين نفر بضم بريجر المتتابعه ازدبجوكتا دور هبين اسكو خيغتو خريدا المتتابعه طاويا اسكو بوغلالان اسكو باهن او بوغلالان بو نبي بريجر دور هبين دور هبين وأهل أهل كسون لا يجدون هرير كسون أين هلين عشاء وحي كعد قلان عشوه عند العرب بعد الزواوح العنرم بالي هذا وحي الراشينة أما بعد ظهر الدبديل لا استعمال إله بينك في نسك ورنم بعشاء الاسكيد هذا وكان أكثر خبزهم كبستو ذو أبضان يكو قرعدان أما كعد قلان وحي أهي خبز الشعير كبس يروت أما عن شيء لغسمي هاد يقربي waa shay bur yaan shay laga san shay ugu qalafsan way oogoonu liita galayda dhaanta iyo qamadida rahu tirmidi wa qala hadithun hasanun sahih tawiyan yuqalu tawiya min aljuu'i marka gaahi baahi badan ku qabatay bugu ku laalmay caloshu ku duubantay isku dhaxdhacda layda yatwa tawan fa huwa tawin wa layda hada yarayda carbeeda isku kala bedelo weeye marka shaygu aduu aad u qasaday iyo markuu ku qabsado iyo kala duwan yihiin tawiya yatwi baadhihi idha tacamada tarka alakli yatwi tawiya yatwi baadhihi markaad rabto inaad adugu raashin kas uga tagto aad u jeedo aduu heli karaad iska badaysayba laakiin marka ay ku qabsato waa tawiya yatwa يطوى يطوى كل دوي منا وباهيكو قبصتي وادو اد باهي درت لبق لا شيء يو ادو هيلي كنا كتك كل دوي اذا دور هبينو اسكو خيدغتا ايو نبي اسوغو باهن باهي كو بري جيري او بوغ لالن اهل كسون ايسن هيلي كين هيلي جيرن كبيس كبدن هاد يقما شعير كبدن وحياه بدن بعلوم الشيخ محاكي ان محمد عليه الصلاه والسلام باهي نو عاس انتم مر هادنا صحابدو ansaro aad nabiga u jicilayd balan gooni ana kula jirtay iyo muhaajiriin farabadan oo markii dambe gacanta wax ku hayay inay ka warqabi waayaan ahlul ilmi waxay sheegay dhowr sabab ba keenaya sababka koobaad nabigu baahiyiisa ma muujisan jirin wuu qarsan jiray cidna uma sheegan jirin walidalika markay saxaabadu dareemaan nabiga wajigiisa baahi ka dareemaan way gurman jireen ki jabir yidi xaaskiisu ku noqday nabi maxamed wajigiisa baahi baan ka dareemay bal wax raadi yoom alkhandaq waad garanaysaan abu talxa sidoo kale yidhi saxaabu markay nabiga ka dareemaan way gurman jireen laakiin nabiga qarsan jiray uu qarsanayaa ma sheeganayo laga dareemi maayo dadkan waa ka dulqaad badnaad ee subxaana calayhi salaatu wasalaam qodobka labaad ee keenay marar badan inaysan saxaabadu dhowroofin nabiga baahidiisa dhibka haysta ama gurigiisa ka jira waxa weeye asagoo wax bixin bay arkahayaa maanta dadka soo boqol neef oo geela dad siinaya sideetan suus dhowr boqol oo lo adhi ah intaasoo lacag u bixinaya aduu ninkaad arto soo wuxuu bixinahay maxaad iska dhaadhicin intanu bixinaya kolley wuxuun uu reerka ku cidgala uu ka reebtaad iska dhaadhicinaysa ninkan xoolaha qiimo maalo meesha taagan oon dhowrka boqol neef dhiibahaya ee lacagta faraqahaya ee ninka u tagaba uu qandiga ka soo buuxsanayo maxaad iska dhaadhic adugu ogoobay gurigaana dhib kama jiro xoogowbaa yaa u yaala iska dhaadhicinaysa qodobka saddexaad baahida muslimiinta waa ka badnayd oo waxay isdhihi jireen nabigu cid kale unbaa u gurman doonto haddii ansaar baa joogto ahl badan baa joogay bal dadka darfaha jiray ee bal ka warqaba isku hallayn nabigu baahidiisa qarsanayay asagoo had iyo goor wax bixin jiray marka inahaas marka la isku geeyo ayaa keeni jiray marar badan nabigu in baahidiisa aan la ogaanin dhibkaana uu la kulmo laakiin saxaabadu naftooday ka jeclaayeen wax walba u qul lahaayeen wax badanna maysan haynin
asbaab keentay inay ka dhuruf waayeen oo iska jirto nabiga ku xeerray wa an fadala ibn ubayd anna rasuulullah sallallahu alayhi wasallam kana idha salla bin nasi nabigu wuxuu ahaa dadka markuu tujiyo yakhiru rijalun ragba daadan jiray min qaamatim istaagooday ka daadan jiray oo ka dhici jiray fi salaada ay u istaagan yihiin min al khasaasati ay meel jul baahi darteed baahi awgeed bay u daadanayaan salaada ayagu taagan oo tukanaya diidaya ruux baa diiday uu reer wadhacaya anna rasuulullah sallallahu alayhi wasallam kana idha salla bin nasi dadka markuu tujiyo khiru rijal ragba daadan jiray hooban jiray min qaamatim istaagooday joogaday ka dhici jireen fadhiba ma fi salaada salaada gudaheeda min al khasaasati baahi darteed wahum ashaabu as-suffa ashaabti sahabadi deganeed masaajidka ee muhaajiriinta ahayd ayayna u badnaayeen hatta yaqula al-a'rabu ila ninka reemiga ay yidhaahdo carbeed haaula imajaaniin salaad bay u istaagay ay dhacayaan duulayaan wuxuu qaaday in jin ku dhacay oo balaayo ku fadhiisatay wuu qaadanaya inay baahi la dadan hayaan ma ogo haddana ma warbahayni fa idha salla rasuulullah rasuulka la markuu tukado oo daadashadooda iyo dhicidooda nabigu uu dareemo in sarafa ilayhim wa kulli hajj nabigu ayuu aadi jiray balbalay deganaayeen buu aadi jiray fa qaala wuxuu oran jiray law ta'lamuna haddaad ogaan lahaydeen ma lakum inda allahi ta'ala alla agti waxa idin yaallo fadli ah iyo karaamiya khayr idin sugahaya la axbabtum waxaad jeclaan lahaydeen an tasdaadu inaad kororsataan faaqatan macaluul iyo wa xaajatan baahi waa cadful mutaraadifa waa isku mid alxaajat walfaaqa waa isku mid haddana waa kala qaadaan dhib ma laha inaad dhib iyo rafaad iyo gaajo kororsataan oo sidan ka sii dartaan baad jeclaan lahaydeen idan fadlu ljuuci wa khushuunatu lcaysh tusaya xadiidka hadde dhibka ku qabsanaya adduunyada inaad u sabirto iskana dulqaadato ajir weyn baa ku jira ajir aad u fara badan baa ku jira laakiin hadda waa in lagu sabro ilaahay inuu qadaray aada ogaatood aaminto fadlina idan gaajadu fawaaid badan ba leedahay ilaa labaatan faa'iida loo sheegaa ilaa labaatan faa'iido oo adduun iyo aakharaba leh ayay gaajadu leedahay marka hadda qaybtii aakharada ahayd bay axaadiisu noo daldalahayaan daragta kugu daa'imta ee kugu raagta waaga dambe waxay ku dhexalsiisaa maankaada iyo maskaxda inay yaraato doqon baad noqon waaga dambe xikmadaa kaa guuri inaad waxba dhaqaajinayso mayd arag oo iska hortimaad inuu wax soconay uusan jirin ood xiniyaas wada haysataan caqli ma jiro saad wax u jiidayseen caqlina waa tagay gaajada badan ee loo dulqaatay loo sabro caqligay kordhisaa fahmaday furtaa daacaadka iyo khayraadkay xifdigada xataa way kordhinaysa xifdigaad wax qabanaysa dhab siinayso laba laba ku dar kombyuutarka keen baad edb calculatorka waad ku dhufanaysaan waagi hore waagaad baahnaydeenna xisaabo badan baad maskaxa shirkadama madaxa ka xisaabin kartaa hadda laakiin mid telefoon la soo baxay mid calculator kaasi aa soo qaata baad isu dhex taallaan caqliga cilmiga maskaxda caafimaadka ku kordha nin xakiima dhakhtara waxaa la weydiiyey waa intii qabla alislaam boqorka kisra baa weydo ku yidhi ii sheeg addaa alladii laa dawaaa lahu cudurka aan caafimaad lahayn in dawo lahayn ii sheeg xuri aطcaamu cala aطcaam waa raashin raashin laga dulgeeyo xuri raashin raashin laga dulgeeyo waa cudur aan caafimaad lahayn oon daawo lahayn markaad maanta wax cunto calooshu ha marato u yarkaadi baasha ha rastaynin ha ka dulgeynin rastada ha la joojiyey miyaana isfahmay wuxuuri waa daa'un laa dawaaa lahu calooshu ha marato ciig daciifka ama munkarka ahaa naxnu qowmun laa naakul xataa najuuc macnahaan wuu saxan yahay laakiin min xaytu riwaayatu daciif yahay annagu waxaan nahay qolyo aan wax cunay ilaa aanu gaajoonno ilaa calooshoodu baahi dareento cuntada u kaadiya xataa kaadinta ajir baad ka helaysaan caafimaad intaan la gaadhin u yar kaadsha marka baashaan la wadahayo
ee uu la joogteenayo la rastaynayo caloosha musqul bay noqon musqula baranbaron ba dhex fadhiday wax la garan waayey maskaxdiinu marka waxa ka soo bixiya caqligiinu barabarada iska noqonaya iyo howlo kale oo hadaana sheegay markaad la soo ilaali hadal la soo ilaali saxaabanagu wuxuu dareensiinayaa hawshay ku jiraan ay dhibka u arkaan inaysan dhib ahayn xaqiiqaan ay dheef tahay iyo ajr iyo khayr iyo wanaag rawahu tirmidhi waqaala xadiidun xasanun saxiix alkhasaasatu lfaaqatu waa baahida iyo waljuucu shadiid iyo gaajada aadka u daran alfaaqatu waa macruul iyo waljuucu shadiid iyo baahi daran faaqadu ayaa ku gudurbalaan oo faaqadu waxay keentaa marar badan baahi meelba taabata xagga dharka dhuuniga caafimaadka wax walba oo aadama waxtarla markuu kugu yaraado faaqaa la yidhaahdaa aadna aad u weydo ama xaajadu iyadu waa mar inta badan waxay ku dhacdaa gaajaday ku dhacdaa وعن ابي كريمه المقدام ابن معدي كريب رضي الله تعالى عنه قال صحابي وحده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله لو ان مقلي ما ملا ادمي ادمي مبوحشه وعاء ويل مبوحيه شرا كخير درن من بطن عول لبوحشه ادمي ويل ابوحيه او كحن على لبوحيه مجرو بحسب من آدم آدم وحقوف فلا أدونك أنتو جوغو الضيقة أكلات يقمن صلبة أفجلسيو أكلات أفجلسيو يقمن توسية صلبة هو دبر كيسة توسية أتقو توسط أتقو تكتو أحبا بو مسيب باند كورن كريو سكا كرسطو بير أتقو عبتو دهشو يكفي ننوجه كما قرر وحسوعنا باستو وحسوعنا بريس wuxuu soo cunay saldaato wuxuu soo cunay hee ii sheega baashi aad daldali jirtee hee kalluun buu soo cunay hilib geel buu soo cunay iyo caanu soo cabay iyo cir iyo koron nin bay ku qoran tahay nina kuma qoro nin bay wejiga kaga tahay in calumindaga ma jiraan mar haddii caloosha uus kuu yeelatood ku istaagi karta yagfi kugu filan ilaahga caabu diintadana u shaqayso dhibkana jooji wey ما ملا آدم آدم مبوحشة وعاء ويل شرا كشر بدن من بطن عول بوحشة عاف ما دري كنتا علمي ري كنتا عقلي ران بي كنتا دا عضا كوكو يرات ألا يكافة قيسا دين كي كوكو درتا كبير با كي مادة درين باكاتا قي المسلمين تحنون كوات درين تو محي الله عبادة هيا كيك مي عنام بوقت دن باكاسو بو سيد قاشي إذن وحاسو دن مركو حكيني يا علوشن لرستين يا كينيس بحسب ابن آدم آدم وحديقة أكلات أفجلسيو يقمن صلبه دبر كيسة توسية فإن كان لا محالة هدان لدينين إن وحبدا لعون هدان لدينين أو لو كافتوم إن أفجلسيو يرعو على شو دبر كوت توسية أفجلس هدان لو كافتوم إن فإن كان لا محالة أي من الأكل لقيمات لما قادنا هيو لقم بضن بلو باين صماها فثلث لطعامه علاش صدح قيبات كدك قيبات كنا بسطه قيبات بيها كعبته يا قيب راشين كاد جلس كل الراشين هكذا قاعد يقرأ دو سيد ريه بطاه دونتا فثلث صدح ملود مل لطعام الراشين كي يقود كأوداي وثلث لشراب عبتان كي زوداي وثلث لنفسه صدح ملود مل لها نفته أوداي إنه نفسه وشرك نفسه علاش نفسه رواه الترمذي وقال حديث حسن أكلات أي لقم بوجهة أفقر سوي جمع اللقمة لقمة مفرد كذا واللقمة لقم كالو جمعية إذا نبي قو كل شغات ويل أد بحسو على اللي بحية كخير در ما تشرو حياه كلا دامه عاف ما دري عقل دري علم دري كينيسة هي عبادة يري بيكين تعال اللي بحشو هذا صفة عن عاود ولا كتكي عميسي صلاة دي أدوك عيسى تاج دوك عميسي فجر كبال كنافي oo laga yaabaa inaad kuid aad isagoo laga baxayba aad kacdo laakiin adoo baahan ama jeecmo haddaad seexato caloosha ku toosinba iyadaa ku toosin way kaa dhammaan hurdadu jirku wuu fududaani waad fahmaysani indhahaad kala qaadi haddii kale waa lagu buuranayaa shaydaan baa ku buuran adoo caloosha sii buuxiyey وعن ابي امامه رضي الله تعالى عن ابي امامه اياس بن ثعلبه الانصاري الحارث رضي الله تعالى عنه قال وحول الصحابي قاس
ذكر أصحاب رسول الله أصحاب نحن وحي الشيخين يوما ما لما كم عنده نبي أكديس الدنيا بيكو الشيخين الدنيا كشيكين. فقال رسول الله ألا تسمع ميدا مقلين ورما مقليزان صعاب ألا تسمعون ما مقليزان ما ويدا مقلين إن البذادة بصاصت إن البذادة بصاصت صلاة يرفعت كالروح شرك زكام مغضة من الإيمان أي من كمال الإيمان إيمان كذا ما يستركي سيء كمال كيسو كم إن البذادة رفاض كي صلاة كام مغضة إيو بصاصت من الإيمان بكم يعني وحوجي هذا نبي أبو داود بس لا كوفة سنن كيس مركم حديث كسو صاري التقحل بوجي هذا تقحل وصلاة كام مغضة سيد في عن كريم ممبر ستيد سيد في عن ممبر ستيد أذور دون حيو تعتع إيو بصاص إيو رفاض بكا موغضة شكرا واسكرا قنطايبا لفتر كذا من الإيمان أيضا إيمان كترسن لأنه هو نوع رفاض وجوع يفاق أجر بكترة صحابة هذا الدادان يسوى كنا بقول هذا دوغان لا يدين أجر كإله أكسئدين يا الله إن الضاهي إدين كرات جعلان لا يدين إن البدادة من الإيمان النور كريم بسودة وضنابة رواكو سيدة ماشنكو عدما ساتراهد ما أنتم بقولي عن رفس قدوة وضوء سيدة إلى ترترأيه قل يا كريم يملو بحمد سودة سنة الله أو لقوا فانتبه أو لقوا فانتبه روو داود بحديث كوريي البذادة بالباء الموحدة الموحدة أو الموحدة يو الذائن المعجبتين باء اللي بعال الله أخري إلا بذالو لبعالين وهي وحاوي رثاثة الهيئة رثاثة الهيئة مقال كذا هي أدوى شكل هذا يمقال كذا أو بصاصا رفاصا برئي وجي دانان با إيه وترك وترك فاخر اللباس يدرك درك السرق ولا قطعه درك مقع على أما بحصا أما تلمام ولا إسكدايو در إسك عادية بس أكنتم مليه كأدي قتان در عرضك وأسطورة حق النعم فول حمين بن كلا آل النادين ينبى في كحرنيس كاسة ليذا بدل ليلة ذا وأما التقحل صوماء فبالقاف والحاء قاف يحب على آخرنا يا قالها اللغة قليها لسانك عربدي قال نوحيد هذين المتقحل متقحل كوحاو هو الرجل اليابس الجلد من خشونة العيس وترك الترفه وأنك تركيس قل إنجغن يا هوي قليل كاه تركيس إنجغن صبق ملها سليد ملها الرجل يابس الجلد نك جنكيس وينجعين وقال الله ياوي من خشونة العيش نولش أذاي جذي نولش كنه يقلف سنان تدون جنكيس ضبك أركع عليا يو ترك الترفه راحيس ولا قطه ترك الترفه واحد نفط ربطه ولا مرا الله شان الله يستو كريم لا يسلد عول الله شذا أو سيد هواين كل ورد قمه ولا قطه جوي ترك الترفه هذا نجوا هذا مصمم يسني بق رئيس عدو المغلسين هيئة الترفيه ترفيه ووزارة وهي ما كان ماشي نصعنا من نقان والله سبحانه وتعالى أعلم.